لقد أولت مملكة البحرين اهتماماً خاصاً بالتعليم من خلال المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، إذ قدمت المبادرات الحكومية المطورة لهذا القطاع الحيوي من غير أن تغفل أهمية الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره جزءاً مهماً من المنظومة التعليمية بالمملكة. وأحد أهم مصادر القيمة المضافة التي يمكن الاعتماد عليها مستقبلاً كمورد للدخل والاستثمار في العنصر البشري. وما دام أن المقترح بقانون الماثل أمامنا سليم دستورياً ومرحب به من قبل وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وعينة المدارس الخاصة التي تم أخذ مرئياتها، وما دام مساهماً في جعل نسبة البطالة منخفضة وفي الحدود الآمنة فنحن معه. وبالإشارة إلى بعض الملاحظات التي أوردتها بعض المدارس الخاصة على موضوع أولوية توظيف البحريني في الهيئات التعليمية والتدريبية الخاصة، حيث طلبت عدم الإلزام بتوظيف البحريني لديها، مرجعة الأمر إلى صعوبة تحقيق ذلك في بعض المواد التعليمية التي تحتاج إلى الطلاقة وإلى تمكن كبير من اللغة الإنجليزية في تدريس المادة العلمية. نتفهم ذلك كثيراً، بل وندافع عن هذا الرأي ونؤكد بدورنا على ضرورة إعطاء معيار الجودة والمادة العلمية الاهتمام الأول قبل أي معيار آخر، وذلك يصب في صالح المتعلم أولاً وأخيراً. ويجدر التنويه هنا إلى أن الأولوية لا تعني الإلزام، إنما التفضيل فحسب. وبناء على ذلك فإن المقترح سيساهم في تفضيل الكفاءات البحرينية وتوفير الوظائف التعليمية للخريجين المؤهلين من دون أن يرغم المؤسسات التعليمية على خفض جودتها بتوظيف أي شخص إرضاء لأرقام البحرنة. وفي كل الأحوال فإن إضافة عبارة الأولوية لتوظيف البحريني في نص القانون يترتب عليها قوة نافذة يستند إليها في القانون، وتخضع على إثرها المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة لمسؤولية البحث بجدية عن البحريني المؤهل وبإجراءات مثبتة قبل الركون إلى الخيار الثاني، وإلا اعتبر توظيف غيره ابتداء مخالفة صريحة. شكراً معالي الرئيس.